5-4-3-2-1 سمي 5 بلدان فازوا بكأس العالم. أوروغواي، برازيل، أرجنتين، ألمانيا، وفرنسا. سمي 4 لاعبين فازوا بكأس العالم والكرة الذهبية. رونالدو الظاهرة، ميسي، رونالدينيو، كاكا. سمي 3 بلدان استضافت كأس العالم. أوروغواي، مكسيك، ألمانيا. سمي 2 بلدان عربية تخطت دور المجموعات في كأس العالم. المغرب، الجزائر. سمي البلد الوحيد الإفريقي الذي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم. مغرب وليد الركراكي.